أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة شركة ممتلكات البحرين القابضة ممتلكات أن التحول الإلكتروني لم يعد خيارا أمام الشركات الحكومية، بل واقعا تتطلبه طبيعة ما تقدمه تلك الشركات من خدمات على أسس تجارية إلى جمهورها المستهدف، لا سيما خدمات صناعة السياحة. جاء ذلك لدى تفضل معاليه بتدشين الموقع الإلكتروني لفندق شاطئ حوار. وقال معاليه على هامش تدشين الموقع الإلكتروني: يعد التحول الإلكتروني أحد أهم مرتكزات استراتيجية وخطة تطوير فندق شاطئ حوار، ليكون مواكبا لحركة الإقبال المضطردة التي بات هذا المرفق السياحي يشهدها منذ أن آلت مسؤولية تشغيله وإدارته إلى شركة الجنوب للسياحة العام الماضي، وتجسيدا لتوجيهاتنا للشركة مؤخرا بإعداد برنامج متكامل لضمان تشغيل الفندق على مدار العام لاستقطاب مزيد من الزوار بعد النتائج القياسية الإيجابية المتحققة، تنفيذا للأمر الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى بتحويل جزر حوار إلى مقصد سياحي مهم. وأشار معاليه إلى أن الهدف الاستراتيجي الذي يقف خلف هذه الخطوة هو إتاحة الوصول إلى زوار الفندق بأيسر الطرق الممكنة وعلى مدار الساعة دون تكلف عناء الوصول إلى مكاتب الحجز ونقاط البيع. وخلال مراسم التدشين قدم القبطان بحري عبد الله المرباطي القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة الجنوب للسياحة بالإنابة عرضا حول ما يتيحه الموقع الإلكتروني لفندق شاطئ حوار أمام الزوار من مميزات تقنية متقدمة، ومنها إنهاء إجراءات حجز الإقامة واختيار العروض المناسبة وإتمام عملية الدفع بواسطة بطاقات الائتمان، علاوة على ما يحتويه الموقع من معلومات باللغتين العربية والإنجليزية عن طبيعة جزر حوار والأنشطة التي يمكن أن يمارسها الزائر طوال فترة إقامته. وكشف المرباطي أن البيانات الرسمية الصادرة عن شركة الجنوب للسياحة تظهر ارتفاعا في أعداد نزلاء فندق شاطئ حوار خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018 بنسبة تقدر بحوالي 73%، كما تبين الإحصاءات أن نسبة إشغال الفندق قد ارتفعت بنسبة 68% حتى نهاية نوفمبر المنصرم مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وكان معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة قد كلف مطلع أكتوبر الماضي إدارة شركة الجنوب للسياحة بالتعاون والتنسيق مع هيئة البحرين للسياحة والمعارض بإعداد برنامج يعزز استراتيجية الشركة ويدعم جهودها لتطوير فندق شاطئ حوار واستقطاب زوار المملكة من الوفود السياحية، خصوصا تلك التي تقصد البحرين في الفترة بين شهري ديسمبر وفبراير من كل عام. موقع إلكتروني اليوم جميع يعني الفنادق في العالم بتحتاج حق هذه الخاصية تكون موجودة عشان تكون تسهل عملية الحجوزات حق الناس وتكون عملية جدا سلسة أونلاين. وشيء طيب يعني احنا شملنا بعرض شامل في الفندق من بداية 2017 يوم افتتحنا، انه شامل النقل البحري والمواصلات والثلاث وجبات والإقامة، فهذا يعني حد من ذاته يعني ان ازداد العدد عندنا ما شاء الله يعني من ما يقارب الضعف مقارنة في 2017. فكان لحد شهر نوفمبر نهاية في 2017 كان عندنا 3100 وشوي زائر، ونسبة حق 2018 ما شاء الله عندنا 5500 وشوي زائر. فندق شاطئ حوار بيكون خلينا نقول الرمز الأساسي حق حوار اللي يكون المصدر الرئيسي حق المعلومات مال حوار. بيكون في الموقع عدة جهات، في صفحات موجودة، في صفحة تعريفية عن جزيرة حوار، عن الحياة الفطرية عن جزيرة حوار، عن تاريخ جزيرة حوار. الحياة الفطرية في جزيرة حوار كثيرة، عندنا نمتلك أكبر رقاق مجموعة رقاق السوقاطري في مملكة البحرين، بالإضافة إلى ثاني أكبر مجموعة لأبقار البحر موجودة هم في البحرين، بالإضافة إلى يمكنكم الحجز أونلاين حاليا عن طريق الموقع مباشرة عن طريق أربع خطوات سهلة، اللي هو إيجاد الغرفة في
المناسبة حق الناس في التاريخ المعين اللي بغيتوا، ويكون الحجز عن طريق الأونلاين، وهم تسلمون جميع الأوراق والمتطلبات المطلوبة حق زيارة جزيرة حوار عن طريق الأونلاين. فالعملية جدا سهلة، مجرد أن تأخذونها في خلال 5 إلى 10 دقائق حد أقصى، بالإضافة أنه بيوصل لكم اللي هو الرصيد مباشرة إلى عن طريق الإيميل أو الـ SMS.